فاهمك نظامك تاخدها على فين؟ لا بقول لك ايه يا عبد الجليل، الحاجات دي لما تتنبر فيها بتبوظ، كل واحد يشوف طريقه احسن. ماشي يا عم، في ايه؟ الله. طب هتاخد على كام؟ 2000 دولار. بس ايه؟ 2000 دولار؟ ايه؟ 2000 دولار؟ 2000 دولار يا هيبه؟ 2000 دولار يا هيبه ليه؟ يا عم ما ينفعش الكلام ده، عليا الطلاق بالثلاثه، ده انا لو هاخدها بيع واشتري ما ادفعش فيها 2000 دولار، الله، في ايه؟ اللي انت واخدها على كام؟ 20 دولار. 20 دولار؟ اه. بقول لك يا عبد الجليل حل عني، الله يكرمك، انا مش ناقصك، حل عني يا اخويا. خلاص يا اخويا، في ايه مالك كده؟ ما تعصبش عليا. الله، انا عارف ان انت راجل مستريح وبناس ومستريح مزيا. مزيا؟ اه. بس يعني نعم، انا عيل كفحتاجي، ويعني والدنيا كلت مني وشربت كده وادعكت فيها، عشان كده لما ربنا يديني ما افتريش لمؤاخذه. طلب بص قبل طلبك يا معلم. طب ما 20 دولار تيجي قبل ابو 2000. قول يا معلم، قول واتعلم. صباح الفل يا قمر، ازيك؟ عامله ايه؟ ده انا بعد النجوم طول الليل مستنيك. هنروح فين يا عسل؟ مع التاكسي بتاعي. في ركوبه يا ابراهيم، في ركوبه. الركوبه دي سهله من اولها، سهله من اولها. اتفضل يا باشا، اتفضل. تشاو تشاو يا اخي. مع السلامه يا بيه. مع السلامه يا معلم. العب يا معلم، قول واتعلم. العب يا بنت. اتجاه دلوقتي ده ام 20 وصلت من ساعة. نعم. لا مفيش. فين التاكسي؟ مفيش. مفيش؟ يا ابن المحظوظ يا عبد الجليل. تاكسي! يلا يا المزرعة يا أستا. ايه المزرعة دي؟ اوعى تكون بعيدة. لا لا، قريبة قريبة. اطلع المزرعة يا أستا.